كلموني عن روعة منتجاتكم دي. انا شايفه ان المنتجات دي شكلها من وجهة نظري ايطالي مثلا. لا لا، كل إيه؟ المنتجات اللي حضرتك شايفاها ديت منتجات مصريه 100%. كل الحاجات اللي انت بتهزر؟ صدقيني كل اللي قدامك ده هوت منتجات مصريه 100%. يعني ده صناعه مصري في 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 مصانع بتصنع الروعه دي؟ ايوه، الصناعه عندنا اتطورت جدا 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 في الثلاث اربع سنين اللي فاتت. عمر في طفره كبيره جدا في الصناعه. طيب في منتج في المنتجات دي احنا طبعا هنتكلم على كل، بس في منتج انا اول ما شفته جالي انهيار عصبي، وحتى قعدت اقول لك ايه ده لو اتحط على فستان ساده خالص هيتحول لسواريه يسرق العين. ايوه الشال، ممكن حضرتك تمسكه بايدك؟ حاضر يا جماعه. ده شال ذهب. ما شاء الله ما شاء الله. لا اقعد بقى حضرتك، ماشي يعني اقعد. لا احنا عايزين نمسكه برضه عشان الناس. اوكي يا فندم. حاضر. الكاميرا شايفه معانا الروعه دي حالا. ماشي اصبر شويه حضرتك علشان الناس ايه. الله اكبر. الله الله الله. ده اسمه شال. الشال ده بتلبسيه حضرتك في رقبتك. يا سلام على فستان اسود او زيتي غامق او بني، اي لون ساده، وروحي فرح بنت خالتك او فرح بنت عم جوزك، الناس هتسيب العروسه وهتركز بقى ايه الروعه دي. ده متاح منه كمان، ممكن نعمل منه اوزان اخف كتير، ممكن نعمل منه اتقل، ممكن نعمله اطول، يعني على حسب طلب الزبون احنا ممكن نعمل له اي طلب فيه. يعني اي عريس يجي يقول لك انا عايز معلش طب ممكن تخفف لي شويه كده فرعين مثلا منه او بتاع، او سهل جدا سهل، او ممكن تطول لي، او عريس يبقى حابب عروسته قوي قوي فيقول لك ممكن تكلبظ لي تعمله لي اعرض شويه. سهل خالص. انا ما شفتش الموضوع ده في اي حته الحقيقه. لا بصي، يعني الحاجات ديت كانت بتنزل في الخليج بس باشكال، لا اشكال خليجي مختلفه، ده في منتهى الحياه. ما تناسبناش احنا كمصريين. يعني ده متعدل بشكل معين ان هو يناسب ذوقنا احنا كمصريين. تحفه. تحفه ما شاء الله. الله يخليك. بس انا مش مصدقه الحاجات اللي انت جايبها لنا دي. مصر يعني شيء عظيم جدا. لا كل اللي قدامك ده مصري. شوفي بصي مثلا حاجه زي كده. الله، يخرب عقل الجمال ده. يخرب عقل الجمال. طب يا استاذ معلش والنبي يا كده، ده لو بسرعه بسرعه. يا خبر يا لهوي يا عماد، يا ريت تكون بتتفرج. يا لهوي على الجمال. الموديل دوت ما كانش بيتعمل الا ايطالي. ايه الروعه دي وايه الرقه دي. اتعمل مصري احلى من الايطالي كمان. يعني بس ثانيه واحده، ده شكله وزنه تخين يعني البتاع المدوره دي. ده بتقطع. لا ده وزنه بسيط جدا، يعني ده كله وزنه 20 جرام. بتهزر؟ صدقيني 20 جرام. لا اديني في ايدي. اتفضل. يا لا على الروعه. يا ريتني مش لابسه حاجه من غير اكسسوارات. ايه ده الجمال ده؟ ما شاء الله. حلوه يا جماعه دي قوي. حلوه قوي. حلوه قوي. تحفه. والله العظيم ما شفتش يعني. طب طبعا دي 20 جرام غير المصنعيه، طبعا مصنعيتها جامده بقى جدا دي. لا لا لا. مصنعيات الجرام عادي السعر الثابت بتاع المصنعية. يعني دي مصنعيتها تلت مصنعية الايطالي بتاعتها. تلت مصنعية الايطالي. تلت. ولو حطيت الاثنين جنب بعض هتلاقي دي يمكن احلى شوية. طيب لو جت واحدة ست وقالت لحضرتك انا محوشة قرشين من مصروف البيت، مش من ورا جوزك ولا حاجة لانه حرام. من مصروف البيت، هو ماله؟ انت بتديه المصروف وانت ست بتحبقي وتدبقي وبتحوشي وتعملي جمعيات، وجت قالت لك انا عايزة استثمر وبرضو ادندش نفسي. ايوه. تشور عليها تديها ذهب عيار كام؟ هدي لها ذهب عيار 21. 21 مش 18 للاستثمار. لا هي مصنعية الذهب ال 21 اقل من مصنعية الذهب العيار 18. ايه ده؟ الذهب عيار 21 سعره في الجرام اغلى، بس المصنعية اقل. سعره في الجرام اغلى، لكن مصنعيته تقريبا بتبقى نص مصنعية ال 18. وفي بقى درجات فيه. يعني تمام. يعني في درجات، ممكن مثلا في الغوايش بتكون مصنعيتها اقل شويه، لكن لو خدت يعني انت هتبقى ايه زي ما بيقولوا ايه المرشد بتاعها، يعني ترشدها تاخد ايه. أيوه. بحيث انها تلبسه وتنبسط. وفي نفس الوقت يوم ما تتزنق في حاجه هتبيعه، او مثلا لو واحد عايز يحوش بدل ما يحوش يعني كده ولا كده تحت البلاطه، ما يشتري لمراته منه يبسطها ويقول لها حبيبتي دول متشالين، ولو اتزنقت هاخدهم منك، لو ما اتزنقتش هسود لك عليهم. طيب. في نفس الوقت على فكره ال 21 دلوقتي في اذواق ما تقلش في الجمال عن ال 18. تمام. يعني ممكن تلاقي في ال 21 ذهب جميل جدا وذوقه زيه زي ال 18 ويمكن احسن كمان. تمام. طيب انا عايز اعرف دلوقتي حضرتك، انتوا صحيح شركه مؤسسه كبيره وقديمه جدا بقى لها اكتر من 100 سنه، بس ليكم ثلاث فروع. بالظبط. قولي فين بقى وكده. احنا في شارع السكه الجديده، ده الصاغه بتاعت المنصوره.
في المنصوره. اه هي دي شارع سنترا. السكه الجديده. والارقام التليفونات اهي يا جماعه عشان تصوروا رقم التليفون بالموبايل. مفيش اقلام طبعا حوالينا ولا ورق طبعا مش هتلاقوا دلوقتي، فتصور الرقم التليفون ده عشان في حاجه حلوه في الاخر، صوروا رقم التليفون.